اخوي سلمان، سام. وش قصتك مع الابر السمنه؟ لك اي تجربه. شوف، في الغالب الانسان دائما اذا دخل في مشكله لازم يبحث عن حلول سريعه، سواء صحيح. مشكله في العمل، مشكله في الصحه، مشكله. فانا تبدا تبحث في جوجل، في اي محركات بحث، وين الطريقه السريعه للنحف. فانا بحثت، اول شيء ظهر لي اللي هي ابره التنحيف. ما اخفيك، انا دخلت في التجربه، للاسف تجربه كانت يعني سيئه جدا. رحت بدون استشاره طبيه؟ لا، رحت استشاره طبيه، رحت للدكتور باطنيه، قال لي انت ان شاء الله ما راح يكون لك ضرر، لكن في اعراض جانبيه راح تجيك وممكن تتحملها ممكن لا. انا جتني اعراض جانبيه هائله جدا، يعني الله يكرمك، تقيؤ هائل، كوابيس في النوم، ما اقدر اتحرك، الاكل ما عاد اقدر، يعني لدرجه انه صفر كالوري في اليوم، ما عاد اقدر اكل شيء. مرحله العياء. اي عياء مره، وزني ما قاعد ينقص بشكل كويس. فاضطريت في اول اسبوع اني اوقفها، هي كانت تقريبا في الاسبوع مره وقفتها. صح انها كانت نتيجه سريعه، ممكن في الاسبوع تنزل لك ممكن 2 إلى 3 كيلو، لكن ترى ممكن تضرب لك اجهزه كثير نفسيا وصحيا. اي جانبي صحي، مهما كانت الفحوصات، لانها خطيره، جسمك ما يتحمل هذا التدخل خارجي. فانتقلت اللي هو الدارج الان والممتاز واللي انصح الناس فيه، اللي هو الصيام المتقطع. يا سلام. صيام متقطع 12 ساعه بديت فيها، بعدين 14، وصلت لل 16. 16 زي ما قال الكوتش محمد، اللسان اذا بديت تبعد عنه السكر خلاص يبدا يقول لك والله انا ما احتاج سكر. المعده برضو نفس الشيء، اذا قلت والله انا 16 ساعه 12 ساعه ببدا اتعامل معك، تصغر. ترى المعده في خاصيه فيها انها تبدا تتاقلم، تنزل معك شوي شوي. والله لا بتدخل لك، بتبدا تتوسع، تقول لك لا ما يكفيني والله، على قولتهم حبه بروست، بعض الناس يوصل 2 3 بروست. صحيح. اي لكن لو تبدا في الصيام المتقطع صدقني اليوم الثاني راح تلاحظ قطعتين صغيره. إيه؟ قطعه تشبع. تشبع 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 خلاص. بعدين إيه؟ الان تبدا توصل لمرحله ايش؟ بعض الناس يقول والله ما ابغى اكل صحي، لا تبدا تنزل الكالوري ثم تنتقل للاكل الصحي تدريجيا. احسنت. برميزان، تعليقك على موضوع الابر اللي استخدموها الشباب. طبعا الابر اتجه كثير من الاشخاص لها، طبعا وفق ارشادات طبيه وكورس طبي. الابر لها طرق تعطى للشخص اللي عنده مؤشر كتله جسم 30، للاصحاء اللي ما عندهم مشكلات مزمنه كمرضيه. اما اللي عندهم مرض مثل السكر، الضغط، هذا يعطى كمؤشر كتله جسم 27. هي من أعراضها زي ما ذكر أستاذ سلمان وجربها، يعني هي من أعراضها عند البعض اللي هو الغثيان، الله يكرمكم، الاستفراغ، ممكن بعض الأحيان اضطرابات في الجسم، اضطرابات في النوم. الشخص إذا تحمل هذه الأشياء وممكن ينزل وزنه، نعم هو بينزل وزنه، ولكن الإشكالية مو في الإبرة ولا الإشكالية في حتى عمليات السمنة، هي نجاحها ما بعد هذا. لازم يلتزم ببرنامج غذائي سلوك. ونشاط رياضي، لازم يغير السلوك. ايوه هذا الاهم. يعني لو اخذت هذه الابره مثلا حتاثر على البنكرياس ولا بنسبه 1% يعني التهاب، بس مو يعني مو مؤشر عالي. ولكن لو اخذت هذه الابره ولا التزمت في برنامجك الغذائي ونشاطك الرياضي، ترى ما كنت سويت شيء. صح انه بينزل الوزن يعني مقابل هذه الابره او الكورس من الابر، بعدين في النهايه ايش بتستفيد؟ زي ما عمليات السمنه. ولذلك في ترجع مؤتمر الغدد دراسه سعوديه تقول من اجرى عمليات السمنه بعد مرور 5 سنوات من تكميم وغيرها 74% رجعوا لاوزانهم الطبيعيه. خسروا فلوس وخسروا وقت. 31% زادت اوزانهم عن الزياده الاوليه. ايش نستنتج؟ نستنتج ان عمليات السمنه نجاحها مو في العمليه بس، نجاحها ما بعدها. نظام غذائي، نشاط رياضي، مراجعة دورية للطبيب أقل شيء من 6 شهور إلى سنة. حسن سلمان أخوي، الفترة الأخيرة انتشر موضوع بس بشير لشيء بخصوص الإبر. تذكرت أنا ترى في عرض سائد ويجي الكل، اللي هو الحالة المزاجية. يعني لا سمح الله ممكن تعصب من أي شيء، ممكن تزعل من أي شيء، ممكن يسوي لك توتر في البيت وما راح أحد يفهم وش السالفة. والله سلمان متغير، أنا خلال أسبوع صرت اعصب من اي شيء فجاه، يعني ممكن في جانب مزاجي، حده في المزاج بشكل تقلبات، ما تتحمل اي مهمه، سواء خاصه متزوجين، ممكن الزوجه بعدين فجاه تقول ايش فيك انت متغير علينا يا ولد، انت صاير بسبب خاصه اللي بيدخل الكورس لمده، هو الكورس حقه تقريبا 3 شهور، راح يعاني في المشاكل، ولازم يكون ضابط ايقاع مو بس في الاكل، حتى في المزاج، لانه مزاجك راح يختلف تماما. يعني لها دور كبير، سواء بسبب انه قله الاكل وبسبب اللي هي الاعراض الجانبيه اللي هو التقيؤ او سد الشهيه او عدم تقبل اي شيء. ابرز الاشياء اللي فرقت معك قبل وبعد زياده الوزن.
بعد ما نقص وزنك؟ شوف هو معروف دائم اذا وزنك كان في المستوى الجيد لازم يرتفع عندك يسمونه هرمون السعاده، والجانب الثاني اللي هو الثقه في النفس. ارتفعت الثقه في النفس، قلت المصروفات الماليه، لانه احنا زي السعودي عندنا الثوب يعني مو زي المرونه في الملابس الرياضيه ممكن تاخذ واحد كبير وبعدين واحد صغير وتمشي معك اوفر سايز على قولتهم، لا مضطر انك تاخذ ثوب على شكل. فانا وصلت مرحله صرت اشتري ثياب جاهزه، يعني وصل وزني 92 93 ثياب جاهزه، تعرف ان اقل يعني شكليا خساره اي وبعدين جودتها تعبانه. فعانيت على المستوى الاقتصادي من ناحيه خياليه يعني، عشان ما نزعل المصانع السعوديه في بعضهم حتى جيد الأكل بعد وفي اي في بعضهم اي بعضهم يعني الناس تتجه للاقل سعرا سعرا جودته تنخفض اي لانه في مرحله الحين تغير على قولتهم. وفي اللي هو ابغى الكوتش محمد يشير لها اللي هو في بعض الناس يقول والله هذا معدل وزنه 80 انت مهما خربتها، لا ما في شيء هذا يعني قصده ان وزنك ما راح ينزل ما راح ينزل ما هذا حدك. لا لا انا كالناس يعطوني صوره سلمان ترى انت انا اساسي نحيف، لكني قلت اساسي نحيف يعني بستمر نحيف، انا بدايه وزني خلني باكل اي 64 65 66 ايام المراهقه قلت خلني باكل، لا والله وصلت 96 97 يعني خلاص ممكن اوصل لمرحله لا سمح الله ممكن احتاج عمليات بعدين، والعمليات تعرف اضرارها الجانبيه اضرار نفسيه اضرار. فتداركت نفسي وقالوا لي انت في مرحله السمنه الزائده يعني ممكن ترجع، ارجع يا سلمان لازم ترجع. طبعا الرسائل النفسيه الناس اللي حولك مو كلهم راح يعطونك رسائل ايجابيه، بعض الناس بيتنمر عليك بعض الناس بيطقطق عليك، بس خذ الشيء هذا بجانب ايجابي قل اعتبره يعني إيه؟ وقود لك للصعود وقود كانك في مباراه يعني انت في مباراه الجمهور الخصم ايش يسوي يحاول يستفزك فتثبت له في الملعب والله شوف هذه هجمه مرتده هذا هدف هذا. فانا خليت هذا احسنت اي خليت هذا النموذج احنا بعد نستخدمه نتمنى الفوز من بكره الهلال ان شاء الله انا كهلالي والله إيه ان شاء الله ان شاء الله فوز هلالي هلالي ولا انا في الغالب اميل للفريق الازرق لكني احب كريستيانو في نفس الوقت بس اتوقع شوف كيف قاعد يراعي المتابعين حقينا في تيك توك اي واضح اتوقع قوة كريستيانو مع قوة الهلال يعني هذه كفة وكفة أتوقع تعادل لكن أتمنى فوز إن شاء الله للهلال أحسنت.